اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه. تعالوا نفك اللغز في الثلاث كلمات دول. اكيد في خبره طهويه بتلعب على الثلاث كلمات اللي هي البساطه والسهوله والمرونه. ازاي اخش المطبخ واعمل حاجات لطيفه وبسيطه باقل تكلفه ممكن، ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها كل العناصر الغذائيه. زي مثلا صينيه البطاطس مسقعه. ازاي نعمل بطاطس مسقعه باللحمه المفرومه مع بشاميل مع جبنه مع بيض؟ اصبح ان الصينيه دي فيها كل العناصر، سواء بروتين سواء كربوهيدرات سواء نشويات. هو ده المطبخ، ان انا ادرس الاكله بالماتيريال بتاعها او بتفاصيلها او بمكوناتها عشان افراد الاسره الصغير والكبير يستفيد بيها. معانا النهارده كمان شويه رز لطاف، المطبخ الريفي او الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. مشهور ان احنا بنلاقي على السفره دايما الرز اللي بالفرن اللي هو برام الرز، مش لازم يكون فيه حمام او فيه مثلا لحم ضاني ايا كان، رز كده تلاقي وشه حلو كده لطيف وجميل، واخد القشطه البلدي واخد السمنه البلدي والحليب الطازه، حاجه تفتح النفس بصراحه. الواحد ياخد معلقتين في طبق اتعشى والحمد لله. الحلو بتاع النهارده برده لطيف صراحة، أنا بعشقها، اللي هي كريمة الكاستر، حاجة كده في متناول الجميع. هنعملها صينية بالجلاش النهاردة مع فول سوداني مجروش. الفول السوداني بتاعنا الحلو ده كده بيتجاب بيتحمص ويتجرش كده يبقى خشن شوية عامل زي السمسم، ونحطه مع الكريمة بتاعت اللي هي كريمة الكاستر، وفيها خبرة طهوية كده هنشوف نعملها ازاي بشكل جديد وبفكرة جديدة. بساطة سهولة مرونة. مش عايز أطول على حضراتكم عشان مطبخ النهاردة مطبخ مصري في متناول الجميع. بوديه طبعا لكل الريف المصري والصعيد المصري ازاي أخش المطبخ أعمل أكلة فيها كل العناصر الغذائية اللي تستفيد بيها أفراد الأسرة، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. أو تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه. عندي رز هعمله في الفرن، وعندي صينيه مسقعه فيها شغل كتير، وعندي حلو بطريقه جديده مميزه وحقوق الطبع لدينا وبس. هبدا باول حاجه الرز اللي هو البرام الرز يتعمل ازاي، وانا بهديه لكل المبتدئين في المطبخ. في اكلات لما اجي اقرب منها بخاف بصراحه، اللي بتعملها امهاتنا مهما اعمل منها مش هيجي الطعم زي طعم امهاتنا، اللي هو برام الرز المعمر او الرز المدسوس اللي احنا عارفينه في الريف المصري والصعيد المصري. مقاديره على الشاشه رز مغسول مصري ومنقوح في حليب، طريقه سهله كده عشان ما ياخدش وقت كتير من السوى. ومعانا قشطه وسمنه بلدي. حلو الكلام، قشطه وسمنه بلدي والحليب هيتغلي على النار. المقاديره هي بسيطه وفي متناول الجميع. كوبايتين من الرز حسب عدد افراد الاسره، غسلناهم مره اتنين تلاته، وبعد ما نغسل الرز ما نسيبوش في الميه بتاعته. ومعانا سمنه بلدي ومعانا قشطه وحليب وشويه ملح، مش هنحط فلفل اسود لان هنا ما فيهوش لا حمام ولا فيه لحمه ضاني. هنعمله ازاي؟ الفكره اللي انا عايز اعملها ان الرز لما تغسليه تحطيه في شويه الحليب دول كده، فبتلاقي حبات الرز محضره نفسها للبرام. حلو الكلام؟ اهو نشوفه مع بعض كده. ده الرز اهو محطوط في حليب، والحليب ده نحط عليه شويه ملح صغيرين كده، وما تنسيش انك حاطه ملح علشان ما تحطيش ملح تاني. شويه الرز دول زي الفل، تلاقيهم شربوا شويه الحليب والحبات الرز نفشه كده ومستعده ان هي تخش الفرن. كده انا وفرت وقت كبير، وفي نفس الوقت كمان حبات الرز ما اتكسرتش معايا. هعمل ايه؟ هغلي الحليب. معانا حليب هنا زي الفل، والحليب يكون طازه. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ونحط عليهم شويه ملح صغيرين. قلنا فلفل اسود مش هنحط، لو هتحطيه مثلا مع حمام هتحطي لحمه هتحطي كبد كلاوي، تحط شويه الفلفل الاسود. وهنحط يا عم الشيف معلقتين من السمنه البلدي. حلو الكلام؟ تغلي مع الحليب كده بتديله ايه؟ شخصيه. قلت لحضراتكم تاني وهقول تاني وتالت ورابع، لما بتيجي اكله من الزمن الجميل بتاعت امهاتنا مهما اطور فيها ومهما ابدع فيها مش هوصل للطعم بتاع الامهات، ده الطبيعي. حلو الكلام؟ حليب على النار. وتعالوا نحط الرز ده في كاسرولة ازاز.
تعالوا مع بعض نشوف الرز بتاعنا ازاي نعمله في الفرن. حلو قوي. هناخد الرز ده كده بعد ما نعناه في الحليب. الرز هنا حطيناه برام اهوت، وعندنا الحليب على النار بيغلي الحليب، ظبطنا الطعم مع سمنه بلدي. هناخد عشان اخلص منه ادخله الفرن استفيد بالوقت ده. ايه الاخبار اهو؟ لازم يا شيف مغازل نحط الحليب مغلي على الرز. ايوه الصراحه وانتوا ممكن تعملوه احسن مني زي ما قلت، ولكن عشان اوفر على الوقت شويه لان الرز هنا مغسول ومنقوع في شويه حليب. واخد كده احط الحليب بتاعنا اهو، وادخل ده الفرن في درجه حراره 180. العيار قد ايه يا عم الشيف؟ بالشكل ده كده بس الرز يعوم في الحليب كده حلو. واهزه كده علشان كل الرز يبقى فيه عين في حليب وسمنه. واخد شويه السمنه دول الحلوين، السمنه دي بتجيبها حماتك وهي جايه تزورك، هي دي الحاجه اللي تملكها ودي اغلى هديه. تخش عليكي كده ب 2 3 كيلو سمنه بلدي حلوين، تحطهم في الثلاجه وتقسمهم في اكياس على قد استخدامك وتبوسوا ايديها. هندخل البرام ده او الصينيه دي او الكسروله دي في الفرن. ليه ما عملتهاش في فخار يا شيف؟ تعمدت اعملها هنا عشان الرز البرام مش لازم في طاجن فخار، ممكن يتعمل في صينيه ازاز، ولكن هو الافضل فخار عشان الصعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره بيعملوه فخار. هندخلها كده ونسيبها في الفرن. نبص عليها نظره الوداع. حلو تمام، خلصنا من الرز اللي خد مننا شويه غلبه كده. تعالوا نعمل صينيه البطاطس مسقعه. مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع. اول حاجه يا عم الشيف هعصج اللحمه المفرومه. هنعصجها ازاي مع بعض واحنا واقفين كده؟ لحمه مفرومه، نشوف المقادير يا استاذه رحاب بعد اذنك. مقادير صينيه البطاطس او مسقعه البطاطس نعملها مع بعض ازاي؟ والمقادير على الشاشه. بطاطس انا اختصرت الوقت، مقطعها شرايح ومحمرها في الزيت بلدنها يعني، واخده نص تحميره. ومعانا لحمه مفرومه وطماطم وبصل وتوم. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وجبنه موزاريلا وبيض في المكونات. حلو الكلام؟ شيف الفلفل ده كده نقطعهم، انا حابب ان احنا نحطهم مع المسقعه بتاعتي. فلفل حار بس تسالي طبعا ضيوفك، ولو حماتك عندك جايه زياره قولي لها يا حماتي انا النهارده شفت الشيف المغازي بيعمل صينيه بطاطس مسقعه بس حط فلفل حار. انت عايزه فلفل حار؟ انت خسرت حاجه؟ هم خمس كلمات بس، ده حاجه كبيره عندها. هتقول لك البنت دي مرات ابني، والله العظيم تسلم ايديها وتدعي لك دعوتين حلوين بنزين الحياه. ليه؟ علشان سالتيها ان هي بتحب الحار ولا مش الحار. هي بقى هنا هتجامل بقى، هتقول لك والله اسالي محمد او اسالي احمد اذا بيحب الحار حط. قولي لها انا بسالك انت يا تيتا يا نينا يا ماما. هنا الموضوع كبير بسيط، وانت كده كده داخله المطبخ وكده كده بتعملي مسقعه، بس خسرت حاجه؟ ابدا بالعكس. هو ده الكلام اللي انا بقوله دايما وبكرره، المطبخ مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه بين ايدك. فلفل ده كده قطعناه وشلنا البذر بتاعه عشان انا مش بحبه، ونقطعهم ونفرمهم بالسكينه ناعمين كده بالشكل ده كده اهو. احطهم على اللحمه المفرومه، وده برضو اختياري. معايا صوص طماطم مفروم في الخلاط، ممكن تقشر الطماطم، ممكن بعد ما تضرب الطماطم تصفيها زي ما انت عايز. احنا مش عايزين نكلكع الدنيا علشان انا دوري ان انا بسهل لك المطبخ. حلو، لما بقول بساطه سهوله مرونه مش من فراغ، دي خبره طهويه، خبره السنين لحضراتكم عارفين وعايشين معايا ومتابعين معايا عينيا، وبنقول ازاي ان احنا نعمل اي اكله نفسنا فيها بطريقه سهله وبسيطه. بوسع كده للفلفل الحار. حلو، وبنزل بالفلفل ده كده. حلو، وفي قلبيه فص ثوم محترم. فص الثوم ده طازه، بلاش الثوم الباودر مع الاكلات اللي هي البيت الحلوه، لان زمان اهالينا لا كانوا يعرفوا ثوم باودر ولا بصل باودر، ولا كله بصل وثوم من الحصيره من البيت. ونقلب كده. فكره الشيف المغازي عشان اللحمه ما تكلكعش وعشان اللحمه تبقى مفلفله سواء مطلعاها من الثلاجه او جايباها من عند الجزار، بتعملي ايه؟ سمعي ورايا بقى كده، حافظين اكيد يعني. بنحط معلقه ميه بتغلي كده اهي
بس خلاص، واسيبها على النار واغطيها. وخلينا ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحمه اتعصجت ازاي والانسجه والمسام بتاعتها فكت ازاي. الكلام ده بعد الفاصل، وهنتبلها مع حضراتكم. والفينش الاخير او اللحظات الاخيره لعمل صينيه بطاطس مسقعه باللحمه المفرومه والبشاميل بالتاكيد هتعجب حضراتكم، لانها قيمه غذائيه عاليه جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا حطيت بالامانه يعني والمصداقيه اللي تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى، حطيت صوص الطماطم. ليه يا شيف؟ عشان اكسب وقت. الكلام لما يبقى حلو والقعده حلوه وتبقى واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه، الوقت بيعدي بسرعه، فجاه بتلاقي الظهر اذن، فجاه بتلاقي العصر اذن، وانت واقفه في قلب المطبخ. ليه؟ سرحانه مع الاكله، بتدندني. حلو كده، نفس القصه. فجاه بلاقي الاخراج والاستاذ رحاب والاستاذ احمد شفيق، وقتك خلص يا شيف، بزعل. عايز اقول لحضراتكم الخبر السيء اللي بسمعه دايما وانا شغال، يقول لك معاك دقيقتين ثلاث دقايق. بصراحه انا ما بزعلش غير كده، بس يقول لي يا شيف انا بقول لك معاك 20 دقيقه 15 دقيقه، كاني اديت لي هديه. 30 دقيقه يا سلام، بتبسط قوي. المهم اللحمه المفرومه على النار. نعم يا فهد حبيبتي، معانا اللحمه المفرومه بتستوي على النار. انا عايز اعمل شويه وايت صوص كده، اللي هو صوص بشاميل، بحاجه لطيفه قوي على فكره، هتعجبكم قوي قوي قوي. فاكرين ولا ناسين اللبن اللي كان بيغلى على النار من شويه معاه سمنه بلدي؟ هو ده. لبن وكان معاه سمنه بلدي وشويه ملح، فاكرينه ده كده؟ هستفيد بيه. هتستفيد بيه تعمل ايه يا شيف؟ واحده واحده عليا كده. حلو. بجيب ايه يا عم الشيف؟ بجيب كسرول ازاز. حلو. باخد شويه عشان عايزهم للفطيره، بخلوهم هنا كده. الفطير اللي انا هعملها فطيره الجلاش هخليهم على جنب، عايزهم. واخلي الباقي اعمل بيه حاجه دلوقتي. معايا الحليب على النار هنا. حلو الكلام. بسقطه كده في قلب الحليب، شويه الدقيق اللي انا دوبتهم دول. بعمل انا شويه وايت صوص كده بشاميل خفاف، عايزهم للمسقعه بتاعتي، مش انا قلت لحضراتكم الصينيه دي او المسقعه دي فيها شغل كتير؟ طلع معايا البشاميل بطريقه سهله. شويه الحليب اللي كانوا معانا من شويه. شايفين اللحمه المفرومه انسجمت مع البطاطس ازاي؟ البطاطس هنا نص تحميره، اللحمه المفرومه انا مغذيها سمنه وتوابل وبهارات، حاجه حلوه قوي. هعمل ايه بقى التركيه؟ شفت ده؟ ايه ده يا شيف؟ قد ريحان حلو، اللحمه المفرومه بتحب الريحان الاخضر. يوم لما اضرب المعلقه في قلب الصينيه واغوص، يطلع لي ورقتين ريحان حلوين كده، تفصل الطعم. والريحان حاجه لطيفه، المعده بتزغرط لما بتشم ريحته، حاجه بتلطف المعده كده، زي ما بتجيبي حاجه كده معطر وترشيه في الصالون، يخش الضيوف يقولوا لك ايه الريحه الحلوه دي. المعده نفس القصه، خلي بالك. تحط روزماري في الاكل، تحط ريحان، تحط نعناع. هنحط الطبقه الثانيه من البطاطس. هي خلصت كده، هتدخلها الفرن 5 دقايق وخلاص، لان عند البطاطس نص سوا، اللحمه المفرومه متعصجه. الوايت صوص اللي انا عامله هياخد بيضه دلوقتي، واحطه على الوش مع شويه جبنه عشان تبقى ايه، تغليفه حلوه. وشغال كده اهوت زي الفل. تمام. فكره وجود الريحان ده جديده. انت تحط روزماري، بتحب النعناع حط نعناع، مش عايز لا ده ولا ده، القرار قرارك. وانا شغال اهو، بطاطس شكلها لطيف وحلوه. مصطفى اكل نصها قبل ما اطلع على الهواء. بعتوا له مصطفى مين؟ كل مصطفى دلوقتي بيشوفني هيقول لك مش انا. خلوا بالكم. هنغطي كده. ده انا بعشق البطاطس دي لما تتقلي وتتحمر، وارش عليها رشه ملح ورشه فلفل، اقعد اتسلى على الغدا ما يتحط اكون خلصت الطبق بتاعي. تمام. بس كفايه كده زي الفل. انا حاطط منديل على فكره علشان يشرب الزيت بعد ما احمر البطاطس. حلو. طيب اللهم صل. البشاميل اخباره ايه؟ هو ده. شوف بقى التركايه دي بقى، واحنا مع بعض كده. ثواني ثواني، هنحط هنا. هي دي الخبره الطهويه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ البشاميل ده جاي معانا، مخرجنا الجميل حبيبي اساتذه المصورين فور سان التلفزيون المصري، شويه البشاميل دول هشتغل عليهم شويه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هحط سنه بابريكا. التركايه بقى، الخبره الطهويه بتلعب دور هنا بقى اهو، وشويه زعتر. اديني فرصتي اطلع خبرتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنحط جبنه موزاريلا، ممكن تحط جبنه رومي اختياري. على البشاميل. هنحط مع البشاميل ده 2 بيضه. حلو.
ونقلب الخليط ده كله يا بقى يا عم الشيف مع بعضه. اه نبص كده عليه، اللهم صل على النبي. حطيت ايه تاني؟ حطيت البشاميل اللي عملته بالحليب الباقي عندي من الرز اللي انا دخلته الفرن. عملت بشاميل خفيف شويه مش تقيل عشان ما يكلكعش معايا. حطيت جبنه موزاريلا، حطيت شويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والزعتر، وحطيت بطين كده، وهاخد الخليط ده كله كده. وانا عارف الصوره الحلوه دلوقتي هتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى بشكل انسيابي في نغم. هنا مزيكا. اللي هنا بقى نازل يغوص بيض البطاطس ونحطها في الفرن يا عم الشيف. يا قشطه جايه لي هديه من المنوفيه والله العظيم، يعني في ست طيبه من المتابعين ليا والله العظيم كل وقت والتاني كده تبعت لي شويه فطير. شفتوا بقى الشيف شاطر ازاي؟ يا بختك، كل دلوقتي بيقول لك يا ريتني انا الشيف دلوقتي. سمنه بلدي، شويه فطير مشلتت. شفت السمنه؟ وقالت ما تقولش اسمي، يعني مش بتقول بتديني الحاجات دي عشان ان انا، لا خالص، هي بتحبني. بتحب ان انا اكل السمنه البلدي والفطير المشلتت من ايدي. القشطه والسمنه البلدي الزبده دي على وش الرز، دخلتها الفرن. هناخد صينيه المسقعه دي نحطها في الفرن. ومقادير الفراخ المشويه على السوشيال ميديا. هندخل ده كده هنا، اللهم صل على النبي. صينيه المسقعه في درجه حراره 180. يلا. حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده. طيب الفرن فيه حاجتين دلوقتي مهمين جدا، فيه شويه رز برام، وفيه طبعا صينيه البطاطس عملناها طبقات زي ما بقول لحضراتكم من البدايه خالص. الطبق ده فيه كل العناصر، فيه الكربوهيدرات، فيه النشويات، فيه البروتين، يعني وجبه متكامله. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لاحلى صينيه كاستر بالجلاش فيها خبره طهويه هنقدمها لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله، وادعوا لي ان احنا نشوفها مع بعض مستويه ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار عمل كريمه الكاستر. كريمه الكاستر دي مع كنافه ما بتقولش لا، مع بسبوسه ما بتقولش لا، نعملها طبقات مع مهلبيه كده والاولاد بيحبوها ما بتقولش لا. المقادير على الشاشة، ازاي نعمل فطيرة بالجلاش بالكاستر او بكريمة الكاستر. ممكن تستبدلها بقشطة مفيش مشكلة. كاستر ومعانا عجينة جلاش وسمنة بلدي وحليب وسكر وفانيليا وفول سوداني وبس وشكرا. دي المقادير، وشوية الفانيليا حطيناهم على الكاستر عشان ياخدوا الطعم. ممكن نحط كمان شوية فانيليا على شوية الحليب اللي انا محضرهم هنا علشان نحطهم على وش الفطيرة. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. نوسع الدنيا كده. حلو قوي. الصينيه دي نحطها وناخد عجينه الجلاش بتاعتنا الحلوه دي كده. ملاحظين ان انا حاطط عجينه الجلاش في الورقه بتاعتها عشان ما تنشفش. خلي بالك لما تيجي تستخدميها. حلو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ وعندنا الفول السوداني، وبجيب سكينه نظيفه ما عدتش لا على بصل ولا على ثوم قبل كده. مش قبل كده يعني خالص لكده، لا يعني استخدمتيها النهارده مثلا او استخدمتيها وغسلتيها. وناخد العجينه دي زي ما هي كده اللي فيها لفه حلوه، ونقطعها ايه بالشكل ده كده. حلو. دي رولز كده زي ما هي، مش هناخدها ورقات. ومعانا السمنه البلدي سايحه في الطاسه هنجيبها دلوقتي. نقطع نص العجينه تقريبا بالشكل ده كده. هي لفه من السوبر ماركت، يعني بناخد نصها بالشكل ده كده. والسمنه البلدي معانا نحطها كده في ارضيه العجينه، في ارضيه الصينيه، نسيحها كده علشان يعوم الجلاش في السمنه. وكل ما استخدمت سمنه نوعيه كويسه كل ما كان الجلاش ده لطيف وجميل. ركزي في المعلومه دي. هعمل ايه بقى هنا؟ معانا سكر. يا دلعك ويا جمالك. شفتي بقى التركايه؟ ليه وجود السكر هنا يا شيف؟ هيكرمل لي العجينه لما تخش الفرن، هيكرمل لي الوش ده لما يخش الفرن. يعني معلقه سكر تقريبا. انا بداري او بفرش الارضيه بتاعت الصينيه بعجينه الجلاش عشان هجيب كريمه الكاستر دلوقتي. وارصها على فين؟
على وش العجينه دي كده، بس مش عايز انا سماكه. حلو اهو، وحاططها على عين البوتاجاز نار هاديه كده علشان ايه؟ تاخد البصمه، لان انا حاطط معلقه سكر، ففي هنا كرمله بتحصل، في حدوته بتحصل هنا، سمنه مع سكر، ففي كرمله، في طعم هنا. خلي بالكم زي ما انا شغال كده. حاجة جديدة يعني. طبعا انت لو عندك البوتاجاز بتاعك شعلة بالزي ده كده تاتش، خلي هد النار كأنك بتعملي فنجان قهوة لجوزك. ما تعليش النار على الآخر تلاقيها شاطت قدامك، تقول الشيف المغازي قال وقال وقال، واتهامات بقى. حلو الكلام؟ نار هادية خالص كده. حلو، والفها كده بالراحة كأني بعمل صينية كنافة بالجبنة. حلو قوي. رشة قرفة حلوة. ده سكر؟ ده سكر. عايز قرفة؟ فين القرفة؟ مش هنا؟ مش هنا. طيب تمام، هناخد كريمة الكاستر دي كده، شيلها من النار على ما اعمل حاجة هنا كده. قشطة، كريمة كاستر عملتيها، الطبيعي انك بعد ما بتعمليها بتجيبي مضرب وبتخفيها كويس عشان تبقى ناعمة معاكي. وعايزة بقى تحطي فول سوداني، تحطي مكسرات، اختياري. ودايما تغطيها برابل او ببلاستيك يعني علشان ما تعملش طبقه. معانا فول سوداني بنحطه هنا كده. شفت الفول السوداني ده يا شفيق؟ مجروش ازاي؟ متحمص ازاي؟ يعني لو احنا مش على الهوا كان زمان اكلت نصه دلوقتي. واقلب كده الكريمه دي كده. كاستر فول سوداني مجروش، ما تحطوش سليم عشان ما يكسرش اسنان حماتك. وتلاقي يا حماتي والله ما خدت بالي. وخلي بالك من القشر لو حتى فزده، وخلي بالك الحاجات دي كلها مهمه جدا. خلي بالك تكون عامله الاكل وزي الفل وماشيه الدنيا حلاوه معاك، فجاه تطلع لك قشره حبايه فزده حلبي تبوظ لك كل السفره وتبوظ المود. مقصوده ولا مش مقصوده؟ حلنا بقى لما نظبط الايه؟ الموضوع. حلو. وزع الكريمه على العجينه بالتساوي، بسيب اطراف الصينيه بس شويه كده علشان لما احط الجلاش دلوقتي هضغط بايديا هي هتيجي في الاطراف لوحدها. التكنيك ده مطلوب مني، خلي بالك. اوزع كده. خلونا نبص على الفرن كده، ايه رايك؟ يلا مع بعض. مين قلبه جامد يخش معايا الفرن؟ قصدي يجي عند الفرن، مش هيخش يعني. نبص الرز، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نطلع الرز استوى. يلا. اللهم صل على النبي. طبعا السمنه ساحت والقشطه ساحت، مكانه هنا مكانه هنا. مكان القشطه معلم في الرز. شويه رز بيتكلم مصري. صينيه البسقعه بتاعتي الجميله هحطها على شبكه الفرن تاخد وش. يلا اللهم صل على النبي، ونكمل موضوع عجينه الجلاش. هتقولي مش محمر قوي ليه؟ انت عايز احمر يعني محمر اكتر شويه، سيبوه في الفرن شويه مفيش مشكله، ولكن الرز مستوى. اصلا الرز يعني تقريبا انا لما انا حاطه في حليب فتره طويله الرز يعني شبه ان هو مستوي قبل ما هدخله على الحليب، فمش هياخد وقت كبير مني في النار. العجينه اقطعها كده، اخد نص دي كده شويه. افكار هتقولي لي طب ما حطيتش العجينه سليمه ليه يا شيف؟ تجديد، ما هي السمنه البلدي مع الكريمه هتخلي لك دي ايه؟ صينيه متماسكه عامله. حاضر زي الفل. ونحط ده كده هنا اهو، دي معانا كده اهي زي الفل. اشيل دي من هنا. حاضر. فريق عمل كبير يجتهد ويعمل في صمت، انا اقل واحد في الفريق ده علشان الصورة الحلوة حضراتكم تشوفوها وانتوا بتستمتعوا كده قاعدين جايبين القناة الأولى. خلوا بالكم الموضوع مش سهل، شيب بيجيب شوية ماتيريال ويشتغل لا لا لا، الموضوع كبير. والله العظيم انت بتقولي في، اقسم لك بالله انت بنت حلال، انا في غاية السعادة والبهجة
لما حد بيشكرني يقول لي يا شيف مغازي احنا بنتابع وبنشوف وحببتني في المطبخ وان احنا بنتابع القناه الاولى، دي هي ديت الفاتوره دي يعني الحاجه اللي بتبسطني ودي المكافاه بتاعتي للامانه والله العظيم. ما احنا في خبره وفي سنين طويله وفي عشره من زمان، فحضراتكم عارفين الشيف المغازي واللي في القلب على اللسان. معانا سمنه بلدي بقى، العجينه كده بالتساوي، هندخل دي الفرن بالشكل كده بصمه اهيت اهو، وادوس عليها بالراحه واشربها سمنه بلدي وادخلها الفرن تتحمر. طبعا انا هنا مديها بصمه في البدايه خالص مع سكر وسمنه. ناخد شويه السمنه دول كده ينزل كده على الوش اهو. كل ما كانت السمنه حلوه كل ما كانت الفطيره دي طعمها حلو. في انواع من السمنه كده بتدي بهجه للحلويات، سواء صينيه بسبوسه، سواء صينيه كنافه، سواء صينيه جلاش وهكذا. طبعا دي الوقت بتاعنا قد ايه معانا؟ دي عايزه لها يعني في الفرن مش اقل من 20 دقيقه للامانه، يعني 10 دقائق منهم في ارضيه الفرن و10 دقائق على الشبكه بتاعت الفرن عشان نتكلم المصداقيه. 10 دقائق في ارضيه الفرن و10 دقائق على الشبكه بتاعت الفرن عشان تاخد وش من فوق بعد تشريبه السمنه البلد دي كده. طب تطلع من الفرن تعمل ايه يا عم الشيف؟ تطلع من الفرن تشرب شربات من ايدك الحلوه، كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه، احلى شربات. حلو الكلام؟ احنا بس عرفنا الفكره، اعتقد هي وصلت كده. الدور هنا عليكي. هندخلها الفرن ال 10 دقايق الاولانيين زي الفل تمام. في ارضيه الفرن. معاها هنا صينيه المسقعه. نبص عليها، بص عليها بصه حلوه، هو ده اهي. تاخد لون. هو ده الكلام. هاخد الكريمه دي والفول السوداني ده كده واعمل حاجه حلوه وانا معاكم دلوقتي. لكن هي جت لوحدها، مش مالهاش مقادير هناك كده مع الاستاذ رحاب على فكره، دي مش في المقرر. حلو الكلام؟ مش في يعني ما كانتش في الحسبان. انا مش بره المنهج اهو، اعمل ايه؟ وانا بحب الجو ده على فكره. هاخد الكريمه دي كده، ركزوا اهو زي الفل. بحط عليها شويه حليب صغيرين مغلي بس خلاص. بحط الفول السوداني اللي باقي عندي شويه منه كده، ركزوا بس عشان الموضوع ده والله بجد شيق. وبخلط المقادير دي كلها مع بعضيها. عندك فراوله حضريها، عندك موز حضريه، عندك صوص فراوله حضريه، عندك صوص شوكولاته حضريه، وعبي دول في كاسات كده وزينهم بشويه الفستق دول كده او ببوله ايس كريم وهتدعي لي بجد والله. شفت اهي حلو الواحده اهو، كريمه الكاستر دي بعشقها. ونجيب طبق للتقديم زي ما انت عايزه، قرفه تحط شويه فول سوداني. شوف طبق حلو كده نقدمها فيه. عندنا اهو طبق زي ده كده. حاجه حلوه عملناها واحنا واقفين مع بعض. شفتي لازم تضرب بالايه؟ بالمضرب اهو. الله، عندك عجينه كانينولي قصدي بان كيك حلوه قدميها معاه. شويه فواكه حلوين قطعيهم وجنبيها، دي كلها افكار خلي بالك. انا بحب الجو ده. ما ترمتش لا خالص، تحطها في الثلاجه. عينيا عينيا بس اطلع الحاجه من الفرن نتفرج عليها ونجري اهو. اسويها كده اهو زي الفل. حاجه مش كانتش موجوده بس صدقيني بجد انت هتحبيها احسن من فطيره الايه؟ الجلاش. حلو، ما فيهاش سمنه يعني. عندنا فول سوداني شويه اللي عندي دول كده بزين بوم كده اهو. حاجه لطيفه والله جميله يا شيف، ما كانتش على البال ولا الخاطر. عندك جوز الهند حطيها، صوص فراوله حطيه. طبعا لو هي في المقرر وفي المنيو بتاعنا كنا حضرنا صوص الفراوله، صوص شوكولاه، الحاجات دي كلها. ده حلو، هنخليه كده جنب الايه؟ شويه الرز بتوعنا الحلوين. نبص على الفرن نطلع اللي فيه ونشيل الحاجات دي كده ونروق الدنيا. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. لا جميله. حاضر اهو، حاضر عينيا اهو.
الله عليك الله عليك. العب. هطلع دلوقتي صينيه المسقعه اهي. طبعا احنا اتفقنا ان هي كل حاجه مستويه. اللهم صل على النبي. معلش هو الاكل النهارده الفرن كتير يعني، معلش سامحوني، بس احنا عارفين المطبخ المصري مشهور بالطواجن والصواني، هم الابطال. صينيه الجلاش ادخلها الفرن شويه، العشر دقايق عدوا، نحطها على الشبكه كده اهو زي ما قلت لحضراتكم اهو، نبص عليها. صينيه الجلاش نبص عليها. تمام. طيب حلقتنا النهارده قبل ما ننهي الوقت بتاعنا، عايز اقول حاجه مهمه جدا. طلعنا بايه والنتيجه ايه؟ ده مهم جدا. ان سوري ان انا اقدر اخش المطبخ باقل تكلفه ممكن، اعمل الاكل اللي انا نفسي فيه، واكون حريص ان في افراد الاسره حسب اعمارهم يستفيدوا من القيمه الغذائيه اللي موجوده في الاكله، اللي هي العناصر الغذائيه. الرز بتاعنا الحلو ده فيه السمنه وفيه الزبده وفيه القشطه وفيه الرز، يعني وجبه متكامله مع شويه باميه، صينيه بطاطس. عملنا صينيه مسقعه جامده جدا، انا دي لازم اكل منها دلوقتي. بعشق البطاطس وهي مخلوطه بلحمه مفرومه وبشاميل وجبنه، حاجه كده ملزلزه بتبقى زي الفل. والكريمه بقى الليله دي بعد التعب ده كله، الطبق ده عاجبني جدا، حاجه كده باكله كده، ويا سلام لو شويه موز متقطعين على الوش كده لطاف وزي الفل. ومعانا صينيه الجلاش في الفرن، طبعا حضراتكم تبقوا عارفين المصداقيه والشفافيه ده عنواننا على شاشه القناه الاولى، اللي انا بتكلم الواقع واللي احنا شايفينه. دي عايزه تقعد في الفرن مش اقل من 10 دقايق كمان، فتطلع لونها احمر، تنزلي عليها بالشربات بالعسل زي ما انت عايزه. ده في البيت كوبايتين سكر، شويه كوبايه ميه، عصره ليمون، بقى عندك شربات اللي هو بتاع الكنافه والبسبوسه. وزي نقول لحضراتكم وننوه كمان مره، ان احنا بعد ما تخلص الحلقه باذن الله تعالى هتشوفوا صوره الجلاش دي على الهواء. ايه رايكم بقى؟ بعد على طول بنعمل لايف، هنشوف الجلاش ونشوف اللي احنا عاملينه ده كله، ونتكلم في تفاصيل كتيره. رؤيه فن ابداع مع تكلفه قليله جدا وبساطه وسهوله ومرونه، بنعمل اللي نفسنا فيه. ليه؟ لان معانا شيف شاطر اسمه المغازي. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.